بسم الله الرحمن الرحيم. ورفق الخضر على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أول دخوله العراق، ولم يكن الشيخ يعرف وشرد عليه الخضر ألا يخلف، والمخلفة سبب الفراق. فقال له الخضر اقعد هنا، فقعد في المكان الذي أشار بالقعود فيه 3 سنين. يأتي في كل سنة مرة يقول له لا تبرأ مكانك حتى آتيك، ونام مرة في إيوان كسرى من المدائن في ليلة باردة. فاعتلم وذهب إلى الشد واغتسل، ثم نام فاعتلم وذهب إلى الشد واغتسل، ووقع له ذلك في تلك الليلة 40 مرة. ثم صعد على جدار الإيوان خوفا من النوم محافظة على الطهارة، وكان كلما أهدد توضأ ثم صلى ركعتين، ولا يجلس على هدته قط، ولم يزل الاجتهاد ذبه حتى ادرك من الله الآل وآل والوصال، وبدت له أنوار الجمال، فخرج على وجه الوجيه لا يئي غير ما هو فيه. وينتظر بتخرس والجنون أداه من إلى المارستان مرات إلا أن اشتر أمره، ففوق على أسره علما وعملا وزهدا ومعرفة ورياسة وقبولا. ودار صيد وسار ذكر مسير الشمس، وهجي أنه اجتمع لهم يد فقيه من علماء بغداد، وجمع كل واحد منهم عدد مسائل، وجاءوا إليه ليمتحنوه. فلما استقر وأدرك الشيخ فظهرت من صدره باركة من النور، فبرسل صدور 100 فقيه فمحت ما في قلوبهم، وبيدوا وضربوا وصاحوا صيحة واحدة، ومسكوا ثيابهم وكشفوا رؤوسهم. ثم سيد الشيخ على الكرسي وأجاب جميع مسائلهم، فاعترفوا بفضله وخضعوا له من ذلك الوقت. وكان رضي الله عنه يقرأ في 13 علما: التفسير والحديث والخلاف والرسول والنحو والقراءه وغير ذلك. وكان يفتي على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما. وكان علماء العراق يتعجبون من فتواه، ويقولون سبحان من عضو ورفع إليه مردا. وسؤال نجز العلماء وجوابي صورته رجل حلف بطلق 3 أنه لابد أن يعبد الله تعالى عبادة ينفرد بها دون الخلائق أجمعين في ذلك الوقت، فما خلاصه؟ فقال رضي الله عنه على الفور: خلاصه أن يأتي مكة المكرمة ويخلي المطاف له فيطوف أسبوعا واحدا، وتنال يمينه فلله دره. رضي الله عنه. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه، وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لدي.